هام جدا، خبراء يتحدثون عن طرق مصر لإخضاع إثيوبيا والضغط عليها. وهام، مصر بشكل عاجل ترسل 3 طائرات عسكرية إلى دولة عربية، وبيان عاجل من وزير الدفاع السوداني، بننشر لحضراتكم التفاصيل. وعاجل البابا توادروس الثاني يزور الأزهر الشريف، ننشر لحضراتكم التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ في تفاصيل أول خبر معانا، وهام جدا، خبراء يتحدثون عن طرق مصر لإخضاع إثيوبيا والضغط عليها. قال أستاذ القانون الدولي العام في مصر أيمن سلامة إن مصر تستطيع إخضاع إثيوبيا من خلال منع التعامل التجاري معها وتعليق جميع أساليب التعاون السياسي والدبلوماسي. سلامة أضاف إن الـ5 دول الكبار في مجلس الأمن لديها موقف معروف سبق إعلانه منذ شهور، موضحا أن الموقف الآن يتطلب تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية. أشار إن مصر قبلت التفاوض لأنها الوسيلة الأهم لدى مجلس الأمن، والتي حلت بها مختلف أشكال النزاعات الدولية قبل أن تصل حتى إلى مجلس الأمن. وأشار أستاذ القانون الدولي العام إلى أنه إذا صدرت توصية من مجلس الأمن ترجعنا إلى التفاوض تحت مظلة الاتحاد الإفريقي مرة أخرى، فهذا يتطلب الاتحاد على المستويين الحكومي والوطني، لأن مصر تواجه خطرا كبيرا. وعن إعلان المبادئ أكد أنه لا توجد سدود مشتركة بين دول دون معاهدة دولية. وضح أن المعاهدات ضرورية لوضع حجر أساس حول أي مشروع دولي. أشار أن جميع بنود إعلان المبادئ تلزم إثيوبيا باتباع إجراءات قانونية من شأنها الحفاظ على حقوق مصر المائية. من جانبه، قال محمد سامح عمرو أستاذ القانون الدولي أن مصر بذلت مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية لنقل موضوع سد النهضة من المستوى الإقليمي إلى الدولي. وضح أنها نجحت العام الماضي في إحالة المسألة إلى مجلس الأمن. وأضاف أن مصر التزمت بالتوجه إلى الاتحاد الإفريقي لاستئناف المفاوضات. نوه إلى أن التعنت الإثيوبي وقف أمام التوصل لاتفاق. أشار إلى أن مجلس الأمن اليوم أمام امتحان هام بعد عرض مشروع القرار المقدم من تونس بشأن سد النهضة وطرح مصر رؤيتها أمامه من خلال سامح شكري وزير الخارجية بشكل واضح. ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أهمية جلسة مجلس الأمن في معرفة مواقف الدول صراحة وعلانية وإدارة الملف بشكل مختلف، قائلا إن مصر تعمل الآن على الضغط على إثيوبيا من خلال الدول الفعالة للتوصل لنتيجة بالملف. وأوضح أن خيارات مجلس الأمن بملف سد النهضة تشمل التوصية باللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو إصدار بيان أو قرار. أكد أنه من الممكن أن يقوم المجلس بدور إشرافي على المفاوضات من خلال تعيين مراقبين دوليين. شدد على أهمية الاستمرار في المسار التفاوضي ووضع الضغط على إثيوبيا للعودة للمفاوضات وفقا للقانون الدولي، قائلا إن مصر لا تطالب بأكثر من القواعد المستقرة لقوانين الأنهار العابرة للحدود. مصدر معنا كان من صحيفة مصراوي، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر معنا، وهام، مصر بشكل عاجل ترسل 3 طائرات عسكرية إلى دولة عربية. أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية في مصر متجهة إلى تونس، محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية. وقدمت المساعدات وزارة الصحة والسكان إلى الشعب التونسي للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين، وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم والمساندة إلى تونس لمجابهة الآثار المترتبة على الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد. ووفقا لبيان الجيش المصري، أعرب الجانب التونسي عن عميق شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية والمساندة التي تقدمها الحكومة المصرية للشعب التونسي، مؤكدا أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين المصري والتونسي الشقيقين.
البيان أكد أن تلك المساعدات تأتي تأكيدا على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وتونس، وتعبر عن عمق العلاقات المصرية التونسية المتميزة التي تحظى بكل تقدير واحترام على مستوى الشعبين. مصدر معنا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وبيان عاجل من وزير الدفاع السوداني، بننشر الآن لحضراتكم التفاصيل. أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان على الدور الفعال للاتحاد الأوروبي في دعم الانتقال الديمقراطي في بلاده ومساندته في المحافل الدولية. أوضح البرهان ضرورة الاستمرار في هذا الدعم حتى يتجاوز السودان التحديات الداخلية والخارجية. وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان لدى لقائه أنيتا ويبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الإفريقي إن مكونات الحكومة تعمل في تناغم تام وتسعى لاستكمال هيكلة الدولة من أجل الإصلاحات القانونية التي تتيح الحريات وتتيح التسامح الديني. أكد أن المكون العسكري ملتزم بدعم الانتقال الديمقراطي. أضاف أن الحكومة الانتقالية حريصة على الاستقرار التام في دول المحيط الإقليمي وتعمل على استقرار الأوضاع في إثيوبيا. شدد على أن الحوار هو الطريق الأوحد لمعالجة قضية سد النهضة. أشار إلى مبادرة رئيس الوزراء في هذا الخصوص. من جانبها أشادت مبعوثة رئيس الاتحاد الأوروبي بالجهود التي تبذلها حكومة الفترة الانتقالية في إرساء دعائم التحول الديمقراطي. أكد حرص الاتحاد على الاستمرار في دعم السودان لمواجهة تحدياته الداخلية والخارجية. كما استقبل عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني في مكتبه مبعوثة الاتحاد الإفريقي للقرن الإفريقي التي تم تعيينها في 21 يونيو 2021 لتنسيق سياسات دول الاتحاد الأوروبي في دول منطقة القرن الإفريقي. المصدر معنا كان من وكالات، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وعاجل البابا تواضروس الثاني يزور الأزهر الشريف. واستقبل الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق له من قيادات الكنيسة بحسب بيان للأزهر. وجاء في البيان أن البابا تواضروس والوفد المرافق زاروا الأزهر لتهنئة علمائه وجموع المسلمين بعيد الأضحى. وبحسب البيان فقد رحب الإمام الأكبر بقداسة البابا والوفد المرافق له معربا عن تقديره وتقدير علماء الأزهر لهذه الزيارة الطيبة وما تتسم به العلاقات بين الأزهر والكنيسة من قوة وتلاحم يجسد حقيقة الأخوة الإنسانية التي تجمع شركاء الوطن وتجمع بين البشر جميعا. كما أكد أن الانسجام بين المؤسستين يمثل حالة فردية في التآخي والتلاحم والترابط الإنساني والمجتمعي. وجاء في البيان أن البابا تواضروس تقدم بخالص التهاني للإمام الأكبر وجموع المسلمين في كل مكان بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا الخير والسعادة للمصريين جميعا مسلمين ومسيحيين، وأن تأتي مثل هذه المناسبات دائما بالوحدة والأخوة بين شركاء الوطن. جينا لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وتقلتش عليكم بإذن الله، وأشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.